بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض ذوات الأرواح؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقا. هنا وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة. فالصلاة في ثوب المغصوب صحيحة، والصلاة في ثوب الحرير للرجل صحيحة، والصلاة في ثوب فيه صور للرجال والنساء صحيحة، لكنه آثم بلباس هذه الألبسة التي فيها الصور. ولا فرق بين الرجل البالغ وبين الصبي، كل يجب أن يتجنب لباس هذه الثياب التي فيها الصور.